من خلقت الورى من ظلمة العدن يا ذا البقاء والغنى والجود والكرم يا عالم الغيب يا من لا شريك له يا ذا العطاء والنبايا. يسعدنا مساء الجميع بكل خير متابعي مشاهدي قناة تحرير ويب تي في في هذا العدد الجديد معكم من برنامج البيت المعمور. كما عودكم هذا البرنامج أن يسلط الضوء على أهم القضايا الأسرية من داخلها أو خارجها. موضوع اليوم مختلف تماما على ما تعودتم إليه من مواضيع في البيت المعمور. أردت فقط أن تكون هناك بعض التنوعات في هذا البرنامج. موضوع اليوم سوف نتحدث عن الشعر، المرأة وعالم الشعر، كيف دخلت المرأة إلى هذا العالم، كيف نمت يعني قدراتها ومهاراتها في هذا العالم الكبير من الشعر، ما هي يعني النوعية أو المواضيع التي تطرحها هذه المرأة في هذا الموضوع. تحضر معي في هذا العدد من برنامج البيت المعمور الأستاذة أو الشاعرة الكبيرة فاطمة الزهراء مولاتي، أغلبية الناس تعرفها في ولاية واد سوف، أتشرف بحضورها في هذا العدد من برنامج البيت المعمور. مساء الخير عليك أستاذة، شكرا على قبول الدعوة. عليكم السلام. سلام حبيبتي حنينة، وشكرا على الاستضافة وهذه الدعوة. نعم العفو وشرف لي أنه تكون شاعرة قديرة مثل مولاتي حاضرة في بلاطو البيت المعمور. نعم بداية أستاذة خلينا نتحدث على بداياتك ودخولك إلى عالم الشعر. بدايات كانت يعني كأي كاتب يهوى رفع القلم ويصطحبه ويستفرد به ويكتب ما هو في جعبته ليسقطه على الورق. في بداياتي في 14 من العمر رفعت القلم وانطلقت كلماتي، كانت يعني مبثة على أوراقي. يعني انت بدايه نتاعك بدات من 14 سنه، ما يعني ما دخلتيش اكاديميات، ما يعني ما تعلمتيش، يعني قبل ما كانش اكاديميات، لا يعني لا اكيد لا. يعني ما تعلمتيش على ايد الهام رباني عند الله سبحانه وتعالى. نعم يعني مكتسب ليس بالفطره اكيد. يعني ما هنميتيش يعني ما حاولتيش انك تنمي المهارات نتاعك فقط، يعني انت قريتي ولا ما بالفطره ليس مكتسب، عفوا يعني انت ما قريتيش حتى تخصص، يعني ما يعني في الغالب يعني بالنظره والمنطق انه شاعره تكون يعني في العلوم الادبيه او امور كما هيك، يعني انت ما دخلتيش تخصص ادبي. لا لا لم ادخل اي تخصص، شاعره عصاميه. يعني نميتي روحك بروحك، بنيت نفسي بنفسي. احكينا على اول قصيده شعريه جالت في خاطرك وماذا كان موضوعها. عندي خاطرة نثرية في أول البدايات كتبتها عنوانها نسمات الصباح. أعطينا مقاطع من نسمات الصباح. عنوانها نسمات الصباح. أهيم بين نسمات الصباح وأنهمر مع جداول الينابيع. كنت لك دوما، كنت لك دوما، لكن القدر شاء هكذا. فأنا من تلك الحكايات نشأت وترعرعت، لست لك، لست لك، ولست لست لك، شئت أم أبيت كنت هكذا. لست من كتاب فيلسوف أنا، بل أنا لست لك ولا لغيرك. ربما حكاية ليل أنا، ربما حكاية ليل أنا، أو غفوة صباح باكر. تكتب اسمي، تكتب اسمي على بساط الأحلام، فلها ذكرى لو بقينا هكذا. ليس العيب في الكلمات، ليس العيب في الكلمات، العيب في حلم زائف، العيب في حلم زائف يحتل مكانه الصدق. وأنا من بين الكلمات والألم أحياناً ملذات.
ثغرات تهيم بي وتدللني، وفي الوقت ذاته تقتلني وتحييني. هل هناك متسع لمنتهى العمر؟ حلمي على يدي بسيط، ورغم كل ذلك أتشبث به، وفي الدروب أحيانا أجد ممرات. كلمة الشاعر مولاتي وابي. جميلة جدا منك هذه الكلمات الصباحية الجميلة، نسمات الصباح. أكيد إنه الإنسان أو الشاعر أو محب للشعر ومحب للكلمات سوف يعني يتغمس في هذه الكلمات ويحس بتلك الإحساس الجميل، لنفس الإحساس اللي قرأت به الأستاذة مولاتي هذا الشعر. أستاذة، في سؤال آخر، كيف ترين المرأة وعالم الشعر؟ يعني ربما إنه عالم الشعر يعني معروف أو يعني في الغالب يكون للرجل، هل المرأة ترينها موازنة مع عالم الشعر والخواطر أم لا؟ هو الشعر بذاته عالم حسي، والشعر كذلك يعني نراه غذاء الروح للرجل أو للمرأة. هو الشعر غذاء الروح. يعني هنا خلينا نسأل سؤال، يعني تشوفي فيها المرأة أكثر ميولا أو مناسبة لهذا النوع من الشعر أم الرجل أكثر؟ لا نقول هذا، الرجل يلقيه بأتم معنى الكلمة، والمرأة كذلك تلقيه بمعنى الكلمة، لكن أحيانا نجد ليونة في طريقة مشاعر المرأة، مشاعر تكون دفاقة أكثر من الرجل حسب ما نظريتي، لأن المرأة حساسة نسبة عالية أكثر من الرجل بصراحة. أكيد يعني تبدي بأحاسيس والمشاعر انتهى المرأة، حتى الرجل ما شاء الله كلمات تكون يوصلها الشاعر للمستمع، لكن نظريتي المرأة عندها يعني إحساس عميق أكثر من الرجل. نعم أكيد، يعني بصراحة أكيد. لا يغضبوا علي رجال. نعم أكيد، إنه في هذا خاصة يعني في علم المشاعر لعالم الأحاسيس تلقي المرأة يعني معروفة على المرأة بطيبتها وحنيتها، أكيد إنه تكون المرأة أكثر شاعرية وأكثر يعني أحاسيس من الرجل. صحيح، صحيح، أكيد صحيح. نعم أستاذ، يعني خلينا نسمع شوية من يعني القصائد النثرية اللي بديتي بها، يعني بدايتك مع القصائد الشعرية، أعطينا بعض يعني المقتطفات الجميلة. ماشي ماشي. هذه قصيدة عنوانها بحر العذارى. من كان من الهوى يسكن الفؤاد وله لذة فيما يقول يا موطني، فجرني عمدا ولا تسألني ما هو المراد. تحتار الأجناس في جنسي تراني عبد الله أكن الخبايا، فالله يعلم من أكون يا موطني، فالبعض يدرك أني امرأة تسكن السرايا. ارميني على بعض الشوق عمدا، ارميني على بعض الشوق عمدا، واتركني أغوص في بحر العذارى. تلاشت أجزائي بين أحضانك، وكنت أظن أني أسلمها وأنسى عمري، تراني أسير وتسجل لي الخطايا. ميزة من البشر أراك في عيوني، وهل يوجد مثلك بين الصبايا؟ أراك رأي العين فاعذريني إن شردت، فلن أقدر على وصفك، فأنت لي المرايا. يا حب الأمس، يا لمسة الصباح والمساء،
حب الأمس يا لمسة الصباح والمساء يا أم الروح يا خيال الروح في جسدي فلتنصفي فلتنصفي فأنا لست من نار خلقت فأنا عبد الله ولي ذنوب وخطايا فاجمعي فاجمعي وأوراقي وانثريها على عالمك فاجمعي أوراقي وانثريها على عالمك لعلي أجد لها مأوى في صدور الصبايا تبكي تبكي عيوني حرقة تبكي عيوني حرقة وأنت كنت الدمع والنوايا من أنا من أنا يا حبيبة العمر في عالمك بوحي لي وأعطيني اليقين وأعطيني منايا أداعب أجزاءك عمدا في مخيلتي لكن حين أفتح العينين تتبخرين من بين الثنايا من أنت؟ من أنت ومن تكون الذكرى ومن تكون العطايا؟ أفرغي أفرغي كل ما عندك من حب وتماسك وقومي ولا تيأسي ولا تيأسي أبدا فأنت منسوجة في شرايين قلبي وكوني القلب والدم والنبض في جسدي ومنايا كلمة الشاعر مولاتي فاطمة. جميل جدا منك هذه الكلمات الجميلة يا مولاتي، أكيد إنه كلمات نابعة من القلب. ما اسم القصيدة يا أستاذة؟ فقط بحر العذارة. بمعنى بحر العذارة؟ العذارة نعم، يعني ما معنى بحر العذارة؟ حب العذارة، حب الصبايا. أنت قصدك العذراء؟ العذراء نعم أكيد، بحر العذارة. يعني كي قلت يعني كي سمعت حتى الكلمات يعني ميلة إلى الصبايا، لذلك حبيت يعني نتأكد من معنى العنوان، يعني تتحدث هنا على الصبايا. على الصبايا أستاذة، يعني كطموحات وربما إنه في نظرة مستقبلية، هل ترين إنه قصائدك الشعرية تجسد في يعني أغنية أو أي فنان يعني يقدر يعني يكتب لك يكتبهم على شكل أغنية؟ أكيد أكيد، لي قصائد غناها الفنان المحترم عادل بن نافلة. يعني عندك قصائد مجسدة على أساس إنها أغنية؟ عندي 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 عندي. يعني قدام منا يعني أغنية أو قدام منا قصيدة؟ أربعة أو خمسة حوالي قصائد. والفنان؟ الفنان الأستاذ عادل بن نافلة. نعم أكيد، يعني ومكتوبة باسم الشاعرة فاطمة الزهراء. فاطمة مولاتي. نعم جميل جدا. فاطمة مولاتي إنه ليس فاطمة الزهراء أختي. فاطمة يعني مولاتي. فهمت من جبت فاطمة الزهراء. حبيت نصحح لك الاسم. نعم يعني في مخي أول ما شفتها في دار الثقافة جتني إنه اسمها فاطمة الزهراء، ما فهمتش فاطمة الزهراء من جبت. فاطمة مولاتي. نعم على العموم مرحبا بك يا أستاذة، يعني أكيد يعني حتى فاطمة الزهراء اسم جميل. في سؤال آخر أستاذة، النوعية أو المواضيع اللي تحكي عليها هي مواضيع اجتماعية، مواضيع شبابية، مواضيع رومانسية أكثر أو مواضيع يعني تراثية، يعني كيفها تكتب؟ أكتب في شتى الميادين، يعني أكتب الكتابات الرومانسية أكثرها. أكثرها أكتب الكتابات الرومانسية، أنا أكتب قصائد نثرية رومانسية، أكتب نثر خواطر. الأغلبية أكتب الرومانسي، والآونة الأخيرة يعني دخلت وذهبت إلى الشعر الشعبي، كان لي ميول للشعر الشعبي، قلت أترك بصمة يمكن أجد نفسي في ذلك الميدان، والحمد لله على كل حال دخلت وكانت قصائدي لها صدى يعني في الشعر الشعبي. يعني أستاذ علاش ما دخلتيش يعني التراث أو الشعر التراث المحلي من البداية؟ لكل بداية نهاية، البدايات كانت في الشعر الفصيح والبصمة يعني في الشعر الشعبي، كانت هذا كان وقتها يعني لكل آن أوان. نعم أكيد أستاذة، يعني الفرق بين
الكتابات اللي تكتبي فيها والكتابات أو الشعر اللي رانا نشوفه فيه ومتداول يعني حتى في المدارس نسمعوا بالكتابات بالبحور، يعني له ما دخلتيش إلى الكتابات أو الشعر بالبحور؟ لم يكن لي حظ في ذلك يعني بصراحة، كانت كتاباتي نثرية، أجد نفسي يعني بكل طلاقة أكتب بارتياح، أحس ربما نفسي مقيد ليس أحس نفسي ليس مقيدة حين أكتب النثر. لا، الشعر بالبحور هو المقيد، يعني عندك بحر لازم تقيد. لا أقول مقيد لأن كل شاعر وله ميول. نعم. يوجد شاعر يعني يكتب النثر ما شاء الله، ويوجد شاعر يكتب بالقافية ما شاء الله عليه كذلك، لكن أنا أحس براحة راحة بيئة معنى الكلمة. نعم أكيد إنه تكون تحكي بطلاقة أو إنه هناك بعض المشاعر الحصيص في الكتابات، يعني أحكي يعني يعطينا بعض المقتطفات من الشعر المحلي والشعر الشعبي اللي راك تناولي فيه لحد الآن. ماشي، بالرحب والسرور. هذه قصيدة شعرية بالشعر الشعبي على اليتيم، عنوانها يتيم الأم. يتيم لأمه قاسني الدمار، يتيم لأمه قاسني الدمار، ودفنت داية فردايا، محروم من لمة الأحضان وساكت ما لقيت دوايا. نقرأ اللوح بلا محل انظار من بعيد ودمعتي جرايا، نمشي طريقي على الجمار ما يهمني لا هبها ولا صعدايا. ولد آدم دنفار، ولد آدم دنفار، وأصلي دقلة نور والحمرايا. حوس على جدودي يا جار، تلقاني في العرق ولي وصايا. من صغري نعرف الكار، من صغري نعرف الكار، ما نحقر قاصد وجايب لحكاية. نسميك ديما ولد الدار، لنهوم فيك ونفرق ثنايا. خليك ديما عالي الشان، خليك ديما عالي الشان، وراسك مرفوع مثل الراية. ولد عمي في الأصل والله عار، لو كان ننكر فيك أصلي وهذه رباية وهذه شفاية. عفوا، جابولي خبار ما هي خبار، جابولي خبار ما هي خبار، مانيش نقال أخبار وهذه رباية. والله صعيب فرقة الأحباب، استحفظ على الوالدين وراهي وصايا. يا حبابي يا حبابي راهم غاليين، ديرهم في عينيك وسكنهم في سرايا. كان راحوا ما تلقاهم الاثنين، استحفظوا وقول هذا كان زنايا. ما تمثلهم بالمال يا حكيم، ما تمثلهم بالمال يا حكيم، وكان راحوا تقول يا قصرينايا. ما تجاور ما هو نبيل، ما تجاور ما هو نبيل، يرحم من قال هذوكم ولدي نايا. ربي خليهم من حين الحين، ربي خليهم من حين الحين، وهذه راهي وصايا. بجاه الطاهر الأمين اللي قاري اللوح المكتوب بالدوايا. يا سعدك يا سعدك يا الفاعل الخير، استهلا في الوالدين وهذه وصايا. كلمة الشاعر مرتي بابي. جميلة جدا منك ما شاء الله تبارك الرحمن. أستاذة مولاتي يتيم الأم، يتيم الأم، ربي يحفظ لنا أمهاتنا جميعا إن شاء الله، وربي يرحم الأموات منهم إن شاء الله. ربما إنه أنا في وجهة نظري يعني على حسب ما شفت الأستاذة الشاعرة، إنه في الشعر التراثي أكثر من الشعر الرومانسي أو الشعر النثري أكثر، يعني حسيت إنه فيها إحساس أكثر أو انجذاب أكثر إلى التراث المحلي. إن شاء الله يكون لك التوفيق في هذا المشوار الجديد. أستاذة أحكينا على أهم محطاتك كامرأة في عالم الشعر، يعني أهم محطات اللي مريتي بها، الجوائز ربما وال يعني التكريمات اللي تقدمتي بها، ربما إنه عندك ميول آخر يعني بخلاف عالم الشغل، يعني عندك أمور أخرى تقومي بها كامرأة. والله أنا كامرأة صوفية، يعني كسائر النساء، يعني حتى لو شاعرة دائما المرأة تبقى مرأة. أكيد تبقى مرأة، تحس بالأنوثة تاعها، تحس بالدور تاعها في الحياة. كبدايات في حياتي يعني
كنت صغيرة يعني، وقت رفعت القلم في 14 من العمر، وبعدها يعني صرت شابة، تزوجت وأنجبت أطفال يعني ما شاء الله، الله يحفظهم إن شاء الله، وتابعت مسيرة التربية لكأي مرأة. وجاء يوم لتتدفق تلك الكلمات وتنثر على مسامع كل من يهوى الشعر والنثر والكتابات يعني الحساسة وتغذي العقول دائما نقول. انطلقت يعني، حبيت تكون لها صدى كلماتي. ذهبت إلى دار الثقافة بحكم يعني أجد صدى لتلك الكلمات، فيعني اقترح علي مدير الثقافة أن أفتح نادي في دار الثقافة. فتحت نادي، وهذا النادي اسمه النادي الأدبي للشعر والنثر، ولقى رواجا يعني في ما شاء الله ما شاء الله، جعلنا بصمة هناك في دار الثقافة أكيد يعني، حتى في ولاية واد سوف يعني كاين ياسر ميول إلى عالم الشعر أكيد. وكذلك يعني انخرطت كذلك، فتحنا مكتب في بالتنسيقية المجتمع المدني اسمه المكتب البلدي للفن والإبداع. جميل، يعني كانت لنا بصمة. وكذلك من ميدان الشعر دخلنا عالم اجتماعي، فتحت جمعية، الجمعية الولائية رزان الخيرية. يعني حاليا نحن في هذا المسار، ونتمنى إن شاء الله أن نطبع ما لدينا من كلمات على شكل. نعم يعني هذا السؤال اللي حبيت انه ساقسي لك استاذه، انه ما يعني ما تشوفيش انه الكتابات نتاعك تقدري تطبعيهم وتقول على اساس انها كتابات او أكيد يعني أكيد تتوزع على الناس؟ اكيد اكيد، انا اريد والله يريد، وانا اريد وانت تريد، والله يفعل ما يريد. نعم اكيد، حين ياتي وقتها ان شاء الله راح نفرحوا المجتمع يقرا كتاباتنا إن شاء الله. أستاذة سؤال آخر، من كان المشجع لك خلال هذه السيرة الطويلة، الطريق الطويلة التي مررت بها؟ كان المشجع الأول لك؟ كان المشجع الأول لي حبيبة قلبي وصديقتي سمرة. سمرة حبيبتي كانت هي مسجعة لي، وهي اللي يعني نصحتني، قالت لي فاطمة إلى متى وأنت تلك الكتابات مخبأة، إلى متى وأنت في هذا الطريق، انطلقي انطلقي واتركي بصمتك في هذا العالم. نعم أكيد، نصيحة من ذهب يعني ما كانش أي إنسان يقدر يمدها. أشكرها أشكرها أشكرها. نعم، تحية تقدير وإجلال واحترام إلى هذه الأخت، أكثر منها صديقة، لهذه الداعمة وربما إنه رفيقة دربك. رفيقة دربك. نعم، ربي يحفظك إن شاء الله، وكل الشكر والتوفيق لك. نعم، سؤال قبل الأخير أستاذة، كيف ترين نفسك يعني في المستقبل؟ يعني أنت كشاعرة أو أنت كامرأة شاعرة، كيف ربما انه انت راضيه عن ما انت عليه الان، ام انك يعني ما زلت ما رسيتش الرضا اللي تحوسي عليه؟ الحمد لله على كل حال، الحمد لله والحمد لله، لكن ما زلنا في منتصف الطريق. نعم يعني ما زلت ما كش راضيه الرضا الكامل؟ ما زال الجديد ان شاء الله. ان شاء الله إن شاء الله يعني نشوفه منك الجديد. أكيد أنه تقريبا ولاية واد سوف كامل تعرف الشاعرة فاطمة مولاتي، ربما اللي ما يعرفهاش يعني سقسي أي إنسان يعرف الشاعرة مولاتي. في نهاية هذا المشوار معنا أستاذة وهذه الحصة، أعطينا بعض نصائحك القيمة للمرأة وكيف تنمي نفسها سواء في هذا المجال أو في مجال آخر. ننصح كأي مرأة لديها أي موهبة أن تنميها ولا تتركها يعني في الغموض.
تبرزها. أسكو معناها كانت في ميدان الشعر والأدب، كانت في الخياطة، كانت في الحلاقة، كانت في تربية أولادها كذلك، حتى في التربية. نعم أكيد، حتى في تربية الأولاد، يعني مرأة تنجب أولاد وتتركهم في الشارع؟ لا، تحتويهم الشارع لا، يعني تحتوي أولادها. أي يعني أي مرأة عندها أي موهبة تكون يعني تبرزها وتكون يعني محافظة عليها، والجيل اللي بعدها يعني يكون يورثها بعدها. نعم تلك أكيد. الموهبة، أي مرأة تكون عندها موهبة يعني تسكر الباب على روحها لم يشوفها، صح ولا لا؟ نعم أكيد، لازم عليها إنه توري روحها، توري الموهبة، تبرز نفسها، تبرز نفسها. نعم أستاذة، قبل إنه الختام تاعنا اختمينا بقصيدة، إنه في الكواليس قلت لي عندك قصيدة على غزة. ماشي، أعطيني قصيدتك على غزة. ماشي، أي قصيدة على غزة بالشعر الشعبي. نعم، قلت فيها: غزة إخواننا يسرق بالصوت، يسرق بالصوت ضرب صهيوني من القفا، لا يعرف ربي ولا يعرف شهادة. قلت لهم: منين أصله؟ قالوا لي: غزة بلاده، محروم من النوم والدفاء، محروم من النوم والدفاء، صغير لا يقرأ ولا يلعب كندادة، محروس محروس من عين قتالة في بلاده، كيشب كيشب ما يشوف غير العمى، دخان يعم في السماك السحابة. غزة أخواننا، غزة أخواننا تشملنا الشهادة، صهيوني صهيوني احتلها يجلد في النساء، ما يخاف لا ربي ولا عبادة، هب عليها ريح في ليلة ظلمة، نسمع في الصوت والشهادة، بنيان تريب بنيان تريب من ناس ما تعرف شهادة، الله ينصرهم جاه المصطفى، محمد رسول الله عباده صلى الله عليه وسلم. جميلة منك، كلمات راقية، كلمات في محلها، اللهم انصر أخواننا إن شاء الله، إن شاء الله في غزة وفلسطين يا رب العالمين، فهم أخواننا المضطهدين هناك، فلا يسعنا إلا الدعاء لهم. جميلة منك، كلمات راقية، كلمات في محلها، كلمات ربما يقشعر لها الأبدان. يعني قريتي القصيدة، أنا اللحم تاعي اتشوك، الله غالب، يعني ما نقدرش نديروا أي شيء لأخواننا في غزة وفلسطين إلا الدعاء لهم. نعم الأستاذة فاطمة مولاتي، حصة كانت رائعة، حصة كانت مليئة بالمشاعر والأحاسيس، حصة الأروع. نعم أكيد، شكرا لك هذا الأثراء، إنه كانت حصة في قمة الجمال، وما زادها جمال تلك الكلمات من ذهب. نترك لك الكلمة الأخيرة قبل مغادرتنا. أقول فيها الكلمة الأخيرة: أشكركم على الاستضافة، أشكرك حبيبتي حنينة، ونتمنى لكم التوفيق في هذه القناة وهذا العمل المشرف، وأشكر قناة التحرير على الاستضافة، وشكرا جزيلا حبيبتي. نعم مرحبا بك في كل وقت الأستاذة مولاتي. أكيد متابعينا الأفاضل مشاهدينا الكرام، يعني الحصة كانت جميلة كما قلنا، موضوع اليوم كان يتحدث حول المرأة وعالم الشعر مع الأستاذة الشاعرة فاطمة مولاتي. إلى هنا نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج البيت المعمور، إلى أن يلقاني الله بكم في عدد جديد، إلى ذلك الحين اذكرونا بخير، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء. يا من خلقت الورى من ظلمات